جوناكتشو تونس الحدث. قبل أن نعود إلى أشغالنا وقبل أن نسجل الحضور، أريد أن أسجل استيائي من بخصوص الخبر اللي تنقل لنا واللي يتعلق بالتهديدات اللي وصلت للزميل المنجي الرحوي، تهديدات بالاغتيال. وهذا جاء في مناخ من التوترات، من تصريحات مرفوضة اللي تفرز المسلمين من الكفار مرة أخرى في إطار تقسيم المجتمع وبث التفرقة. وهذا بالطبع في هذا المجلس الموقر وتحت هذه القبة هذا شيء مرفوض، لأن فلسفتنا هي تنطلق من الانسجام بين كل أفراد هذا المجتمع واحترام اختلافاتهم وتنوعاتهم في إطار السعي المتواصل والحثيث إلى المصالحة بين كل أفراد الشعب التونسي. إن شاء الله مثل التصريحات والتصرفات، بالطبع التهديدات يتحمل مسؤوليتها اللي يقوم بها. احنا المطلوب منا هو التنديد بمثل هذه التصرفات والتعبير بكل وضوح عن مساندتنا للفكر الحر، لحرية التعبير، لكل الحريات اللي نضلنا من أجلها سنوات وعقود، وكذلك لكل الحريات التي سعينا والحمد لله ربي وفقنا باش نسجلها في دستورنا ونضمنها في دستورنا ونحافظ عليها إلى آخر رمق في الحياة. تونس الحدث.